بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. النهاردة الحد الثاني من شهر أمشير المبارك. النهاردة إنجيل البركة معجزة الخمس خبزات والسمكتين. ودي من المرات الأساسية الكنيسة بتقرأنا فيها معجزة الخمس خبزات والسمكتين. وزي ما كلنا عارفين ان ده ربما يكون اكتر انجيل بيقرأ على مدار السنة، علشان بجانب المرتين الاساسيتين اللي موجودين في الاحاد، في كل مرة بيجي في الشهر حد خامس بنقرأ معجزة الخمس خبزات والسمكتين. ودي المعجزة الوحيدة أيضا اللي ذكرت في الأربع أناجيل كلهم، إنجيل معلمنا متى وإنجيل معلمنا مرقس وإنجيل معلمنا لوقا وإنجيل معلمنا يوحنا. النهاردة الإنجيل من معلمنا يوحنا من أول عدد 11 لعدد 15. القديس يوحنا بيوصف لنا المعجزة: وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، كذلك السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيئا. فجمعوا وملؤوا 12 كفة من الكسر من خمس أرغفة الشعير التي فضلت على الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: أن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويخطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. وعشان ديت معجزة البركة، الحقيقة فيها بركة عجيبة. في كل مرة نتكلم عن المعجزة وهي زي ما قلت متكررة مرات كثيرة، نجد عنصر البركة، نجد الله يعطي إرشاد أو يعطينا موضوع جديد نتكلم فيه. مرات كتيرة اتكلمنا على المعجزة، مرة اتكلمنا عن المسيح اللي هو بيشبع احتياجاتنا الجسدية والروحية والنفسية، اتكلمنا عن المسيح الخالق، اتكلمنا عن الطفل اللي قدم أكثر وكل ما عنده الخمس خبزات والسمكتين، اتكلمنا على موضوع عدم إلقاء الكسر وإزاي نبقاش فيه خطية التبذير. كلمنا على التلاميذ اللي ساعدوا المسيح، أو المسيح طلب أن هم يقوموا بالدور بتاعهم، وعلى النظام. إلهنا إله نظام وليس إله تشويش، قال لهم اتكؤوهم فرقا 50-50، وهكذا في موضوعات كثيرة جدا. النهاردة بنعمة المسيح أركز على المعجزات، معجزات ربنا يسوع المسيح، أو ربنا يسوع المسيح صانع المعجزات. لأن النهاردة بنشوف في المعجزة بتاعت الخمس خبزات والسمكتين معجزة خلق، معجزة خلق، وبالتالي إثبات للاهوت المسيح. لأن ربنا يسوع المسيح يقول عنه الكتاب: الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. من الخمس خبزات والسمكتين أشبع أكثر من حوالي 15-20 ألف نسمة، وبعد كده يفيد 12 أفة مملوءة. والقديس يوحنا وصفها بطريقة عجيبة جدا، قال: فجمعوا وملأوا 12 كفة من القصر من خمس أرغفة الشعير. يعني واضح أن في خلق هنا، فاضح أن في خلق، والخلق يدل ويثبت لاهوت المسيح. ربنا يسوع المسيح هو مصدر كل شيء. ربنا يسوع المسيح هو شبعنا، هو الذي يسد كل احتياجاتنا الجسدية والروحية والنفسية، هو خبز الحياة. يقول كده هوت في يوحنا 6:35: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. وياخد موضوع فلا يعطش أبدا، وفي يوحنا 7:37 و38 يقول: إن عطش أحد ف
فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حياة. والحديث على معجزات ربنا يسوع المسيح شيق وجميل. كلنا عارفين أن أول معجزة عملها ربنا يسوع المسيح كانت في عرس قانا الجليل، وكانت أيضا معجزة خلق، إزاي أن المسيح ينظر إلى الماء، ينظر إليه وقال لهم استقوا الآن، فتحول الماء إلى خمرا حقيقيا. ويقول القديس يوحنا هذه أولى المعجزات التي صنعها يسوع، هذه أولى المعجزات التي صنعها يسوع. وكمية المعجزات اللي عملها ربنا يسوع المسيح لا تحصى ولا تعد، لا تحصى ولا تعد. اوعى حد يحاول يعد المعجزات اللي موجودة بالتحديد في الأربع أناجيل ويقول هي دي المعجزات اللي عملها المسيح، لا، ده في بعض المعجزات وما أقلها بالنسبة للمجموع الكلي ذكر بالتحديد. يعني مثلا يشفي حماد سمعان، وضعها مهم لأنها حماد سمعان، وسمعان ده سمعان بطرس واحد من الاثناشر. إنما في نفس الإنجيل ده يقول إيه، فزجر الحمى فالحال قامت وخدمتهم، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، وكان يشفي كل واحد منهم، وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أنت المسيح ابن الله الحي، وكان ينتهرهم ولا دعهم ينتقوا له أنهم كانوا عارفوا أنه هو المسيح ابن الله الحي. وعلى هذا القياس يذكر معجزة اثنين بالتحديد، ويذكر بعدها ألاف مؤلفة، لدرجة أن القديس يوحنا الحبيب في إنجيله في إصحاح 21 عدد 25 بيقول إيه، وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة فواحدة فلا أظن أن العالم كله يسع الكتب المكتوبة. ودي كناية على قصرة المعجزات. وبرضو القديس يوحنا يشرح لنا الهدف من المعجزات، الهدف اللاهوتي والهدف الروحي، والاثنين مهمين جدا. يقول بقى في الإصحاح 20، وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. يعني ما قل ودل. ولكن الهدف الأساسي من عمل المعجزات أن احنا نؤمن بلاهوت المسيح، أن يسوع المسيح هو ابن الله الحي. هذه من الناحية اللاهوتية والعقائدية، وهي محور إيماننا وحجر الزاوية. واللي ما يؤمنش بلاهوت المسيح ويؤمن بكل حاجة تانية في المسيحية يبقى إنسان غير مسيحي، لكي تؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله. أما من الناحية الروحية، ولكي تكون لكم حياة باسمه. إذا نتعامل مع المسيح اللاهوت المساوي للآب في الجوهر، هو الخالق، هو صانع كل شيء، هو موجود في كل مكان وفي كل زمان، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، وهكذا وهكذا. يضاف إلى الحتة اللاهوتية والحتة الروحية إعلان حب الله للبشرية من خلال عمل المعجزات. ربنا يعلن لنا حبه، وإنه هو الخالق، وإنه هو بيسد كل احتياجاتنا الروحية والجسدية والنفسية. يعني هو في المعجزة عمل إيه في الأول؟ كان يكلمهم فيبقى ده الإشباع الروحي، ولما صار المساء يعني قاعد يكلمهم طول النهار، شفى مرضاهم، ده راحة نفسية وجسدية. وبعد كده إيه؟ أشبع احتياجاتهم الجسدية لما أكلهم وأكلوا وشبعوا وفاض عنهم. فالمسيح من خلال معجزاته، ليس المعجزة دي فقط، كل المعجزات بيعلن حبه للبشرية. ما فيش معجزة من معجزات المسيح كانت بلا هدف، ولا مجرد ظهور، ولا لإبهار الناس، ولكن كانت لإظهار حبه وعطفه للبشرية.
ولو نتتبع بعض المعجزات، ودي موجودة في كل الأربع أناجيل، نلاقي المسيح يوضح النقطة دي، إعلان حبه، عطفه، حنانه، تحننه. يعني في المعجزة بتاع شفاء الأعميين اللي كانوا جالسين على الطريق، يقول الكتاب عنهم: فتحنن يسوع ولمس عينيهما. لما شاف الأرملة بتاعت نايم بتبكي على ابنها الوحيد وهي أرملة، وهم شايلين ورايحين خلاص عشان يدفنوه، راح ربنا يسوع المسيح يقول عنه القديس لوقا في 7:13: فلما رآها الرب تحنن عليها. كفاية كده، تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم لمس النعش وقال: أيها الشاب، لك أقول قم، ودفعه إلى أمه. الفكرة بتاعت إقامة شاب مات، طب ما هو مات تاني وكلنا هنموت، إنما الهدف من معجزة تحنن المسيح على هذه المرأة وهي أرملة وهذا هو ابنها الوحيد، عايزة لمسة من المسيح على طول، وهي لمسة لنا كلنا ولكل جنس البشر. النهاردة في المعجزة بتاعت الخمس خبزات والسمكتين يقول عنه الكتاب: تحنن على الجمع إذ ليس لهم راعي. في هدف من عمل المعجزة. وفي عهد النعمة طبعا ربنا عمل معجزات كثيرة في العهد القديم، في عهد النعمة ربنا عايز يرفع أنظرنا من خلال عمل المعجزات، إن احنا منركز على الحاجة الجسدية وكلها معجزات أو معظمها خاصة بالجسد، بيفتح عيني المولود أعمى، بيفتح عيني الاثنين اللي كانوا على الطريق دول، حتى بيقيم لعاذر من الموت، وابن أرملة تنين وابنة عيروس، معجزات الإشباع، معجزات إخراج الشياطين. ومع كل هذا ما كانش الهدف، ومش عايز يخلي الهدف في ذهننا ان احنا نركز على الحتة الجسدية او المادية، عايز يرفعنا لفوق. المسيح في عهد النعمة بيرفع المؤمنين به وبيرفع نظرتهم للمعجزة. لمتعة المعجزة مجرد عمل خارق للطبيعة، ولكنها لمسة من لمسات حب الله لنا. لم يعد لنا أن نقول ليشفين الرب حتى أؤمن به، ده حتى بولس الرسول مرة قال المعجزة أو الآية لغير المؤمنين. هو احنا لسه عايزين نشوف معجزة عشان نآمن بالرب يسوع؟ لا 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 لا، دي تنفع لواحد غير مؤمن عشان يتشد إلى الإيمان المسيحي، ولكن نحن نؤمن، نسلك بالإيمان لا بالعيان. احنا بنشوف لاهوت المسيح اللي ورا المعجزة، وبنشوف محبة المسيح اللي ورا المعجزة اللي تخلينا نعيش في الآية بتاعت إيه؟ لكي تؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. هو ده اللي عايزين نوصله، حياة باسمه، يعني نحيا حياة روحية، نحيا في حياة البر وحياة الكمال الذي وحياة القداسة الذي بدونه، بدون القداسة لا يستطيع أحد أن يعين الرب. مش معقولة لسه هنستنى نقول شفينا عشان نشوف إحنا نؤمن بيك ولا لا، أو أصنع لينا كذا وكذا. لا لا لا، ده الموضوع أعمق من كده بكتير. ربنا هيعمل المعجزات عشان يبين حبه وعنايته لينا. ده أحيانا كان يتعمد يعمل المعجزات يوم السبت، كتير من المعجزات عملها يوم السبت. هو مش عايز يعاند مع اليهود، بالعكس هو عايز يحول اليهود من الفكر الحرفي إلى الفكر الروحي. هو كل مشغوليتهم إزاي يعمل حاجة يوم السبت. مين قال الكتاب ما تصنعش حاجة خالص يوم السبت؟ لدرجة مرة قال لهم لما اعترضوا على عمل المعجزات يوم السبت: أي إنسان منكم يقع حماره في حفرة، حمار في حفرة، مش هيجيبه؟ هيفتكر ساعتها أذكر يوم السبت لتقدسه، هيوطي يجيب الحمار وما يشعرش أنه هو كسر الوصية. أنت بتنقص حمار وقع في حفرة. إيش حال بقى لما يكون إنسان مولود أعمى أو إنسان مات وعايز يقومه زي العاذر عشان يعزي إخواته مرثى ومريم والكل يآمن بيه؟ إيه اللي بتقوله ده؟ إيه الشكلية والحرفية؟ مين قال إن ما تعملش أي عمل؟ ما تعملش أي عمل خارج الدائرة الإلهية، ما تضيعش وقتك في يوم الرب في حاجات تافهة. إنما طبعا إحنا بنيجي الكنيسة، هو ده عمل في يوم الرب، وبنخدم وبنصلي، وممكن الناس تزور بعض، بس يبقى في محور إلهي، فهم الروحي، في كلمة ربنا موجودة في وسطهم، وبرضه يبقى في سوشيالايز، ما فيش ما يمنع إنما يبقى المسيح هو اللي بيحصل فكرنا. فكان يعمل معجزات كتير يوم السبت،
عشان يعطي للشكليين والحرفيين في العبادة فرصة للتساؤل. هو بيثيرهم كيف تصنع هذا في سبت؟ راح قال لهم أي إنسان منكم يحمر في حفرة، ومرة تانية قال لهم قد جعل السبت لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. الطقس موضوع في الكنيسة لخدمة الإنسان، إحنا لازم نحافظ على طقس الكنيسة، ولكن مش هخلي الطقس يكتفنا لدرجة يخنق الروح، لأن الروح يحيي أما الحرف فإيه؟ فبيقتل. قد جعل السبت لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. فهو كان يعمل المعجزة يوم سبت عشان يحررهم من الشكلية ومن الحرفية، وبكده يبقى بيعالجهم روحيا، وهذه أهم من شفاء الجسد أو المعجزات الشفائية. لما واح لمرثا ومريم شاركهم البكاء، بكى يسوع من أعمق وأصغر الآيات في الكتاب المقدس، لكن في نفس الوقت لألا يظن الناس أنه بيبكي زي بقية البشر ويبقى هو إنسان عادي، ابتدى يكلمهم على أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا لا يذوق الموت إلى الأبد. هو هنا ما كانش بيتكلم على موت الجسد، موضوع لعاذر وماتها أو مهلكه ما تشغلوش بالكم، يعني ده موضوع بسيط جدا. لما أهم حاجة أنا هو القيامة أنا هو الحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، يعني لو عايش في حياة الخطية وآمن بي تاب يبقى هذه حياة من الموت. إن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، وبيكلم على قيامة الأموات من رقاد الخطية ومن التحرر من عبودية الخطية. أحيانا في المعجزات بتاعته، ودي شفناها في الحقيقة في تعامله مع المرأة الكنعانية، في الأول يرفض يعمل المعجزة، تطلب منه المعجزة ويرفض يعملها، وبعد شوية يعملها. الله، طب ما كنت عملتها على طول. لا، أنا عايز اللي ورا المعجزة، أنا مش عايز الناس تقع في الواقعة بتاعت بس هو تركيزهم على المعجزة والفائدة الجسدية اللي وراها. المرأة الكنعية بتقول له وهي نازفة للدم، وبعدين يقول لها المسيح، وعبارة صعبة في ناس تعبت منها في الأول مش فاهمينها، ليس حسنا أن يؤخذ خبن البنين ويطرح للكلاب. يعني إيه يا رب؟ إزاي توصفنا بالصفة دي؟ هو هنا الكلاب لا تعني الكلب اللي هو الدوج، إنما تعني الخارجين على رعوية بني إسرائيل، لأن أي قطيع يبص تلاقي فيه خرفان وفيه كلاب، الكلاب دي للحراسة، الكلاب مش من ضمن القطيع. دي لغة يفهموها كويس الناس بتوع هناك والرعي وكل حاجة كده. أي قطيع تشوف فيه مجموعة خرفان وتلاقي كلب أو اثنين أو ثلاثة، فهم فاهمين يعني ده من الرعوية وده مش من الرعوية. إنما هي قالت له حتة عبارة، والمسيح عارف إن هي ترد كده علشان يظهر مجد هذه المرأة، وبعد كده يعمل معجزة. العمل الروحي أهم من عمل الجسد. ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. قالت له والكلاب أيضا يا سيد تأكل من الفتات الساقطة. يعني هو الكلب اللي ماشي في مع الراجل بتاع راعي الغنم ده مش هيأكله؟ هيأكله، جايز يأكل بعض الخرفان بس هيأكل برضه حتى لو فتات. فالمسيح قال لها عظيم هو إيمانك يا امرأة، وراح مطوبها قدام الكل، لم أجد ولا في إسرائيل إيمان مثل هذه المرأة، وشفاها من النزيف. هو هنا عمل تدبير إلهي عشان يبين ما هو أعظم من المعجزة الجسدية، وهو ده اللي عايز إن احنا نصلي النهاردة بنعمة المسيح. يا ريت ما ننشغلش بالمعجزة في حد ذاتها، إنما تلمس أعماق مقاصد الله علشان خاطر ناخد البركة الروحية ونتمتع أيضا بالبركات الجسدية. طلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. أهم شيء لا نتعلق بالأرضيات والزمنيات والماديات في المعجزة، فربنا يسوع المسيح خالق الإنسان كله جسدا ونفسا وروحا، وبيهتم بكل أمورنا الجسدية والروحية والنفسية. إنما إحنا لازم ناخد ما هو وراء المعجزة حتى لو كانت هي المعجزة من الناحية الجسدية. أكد لنا في كل مرة أن يجب أن احنا نفهم ما وراء المعجزة، يجب أن نهتم بالباقيات والأبديات ولا نهتم بالأرضيات الفانيات. نرجع للمعجزة ونختم.
في معجزة إشباع الجموع هنلاحظ إن المسيح كشف الناس بعد لما أكلوا وشبعوا راحوا يدوروا عليه تاني، ودوروا عليه تاني مش علشان خاطر أخذوا الجرس إنه هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، وإن هم يكتشفوا من خلال إشباعهم إنه هو الله الخالق اللي صانع كل شيء فيأمنوا به ويعيشوا معاه من الناحية الروحية. إنما جاعوا، أصل الأكل ده أكل سمك وعيش حتى لو كان من إيد المسيح فهو أكل مادي، هيجي وقت عليه يتهضم ويرجع الإنسان يجوع تاني. فالمسيح كشفهم، أين كنت؟ نطلبك معذبين. الحق أقول لكم أنكم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم الآيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. أعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية التي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. في يوحنا 6 عدد 26 و 27 بعد الإنجيل ده بشوية، نفس الإصحاح. ورد المسيح على الموضوع ده في موضوع المعجزة، مش بس على المعجزة دي بالذات، لو عايز يرفع أنظارنا، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. اختم بعبارة رائعة للقديس كيرلس الأورشليمي، هو كان أرسقف أورشليم وأعظم من كتب كتاب عن الموعوزين، الكتاب بتاعه يدرس في كل كنائس العالم التي تؤمن بالكتاب المقدس وبالتقليد الكنسي. كان بيكلم على الناس اللي داخلين في الإيمان ويديهم يعني منهج إزاي يعرفوا كتير جدا أو معظم الحاجات على المسيحية عشان بكده يعمدوهم يوم حد التناصير. قال إيه في موضوع المسيح الإله الخالق المشبع للكل؟ خلي بالكم من كل كلمة، دي جواهر كتبينها الآباء القديسين. يقول القديس كيرلس الأورشليمي، في كل موضع يصير المخلص هو الكل للكل، فللجياع يصير لهم خبزا. مش هو بيشبع الجعانين، لا، ده للجياع يصير لهم خبزا، أنا هو خبز الحياة. وللعطاش يصير لهم ماء، من يعطش يقبل إلي أعطيه ماء الحياة، من يشرب من هذا الماء، كان بيقول للسامرية يعطش، أما يشرب من الماء الذي أنا أعطيه يصير فيه ينبوع ماء حياة، ينبع إلى حياة أبدية. في كل موضع يصير المخلص هو الكل للكل، فللجياع يصير لهم خبزا وللعطاش ماء، وللموتى القيامة، وللمرضى طبيبا، وللخطاة خلاصا. فالسيد المسيح يظهر لكل واحد حسب احتياجه، فالمحتاجين إلى البهجة يتقدم إليهم ككرمة، والمحتاجين إلى الوجود في حضرة الآب يأتيهم كباب، أنا هو الباب، والمحتاجون إلى أن يقدم صلواتهم يجودونه الشفيع فيهم الكاهن العلي. النهاردة في البولس كنا بنتكلم على المسيح رئيس الكهنة الأعظم. وللخطاة يجدونه الحمل المذبوح لأجل تقديسهم. إنه كل شيء لكل واحد دون أن تتغير طبيعته، بل يبقى كما هو باقي، وعمل بنوته لن يتغير. شوف التعبير اللي جاي ده، يكيف نفسه، هو يكيف نفسه حسب ضعفنا بكونه طبيبا ممتازا أو معلما مملوءا حنوا. إنه الرب نفسه، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.